بسم الله الرحمن الرحيم، نكمل بموضوع الليبيدز. بدنا نحكي اليوم عن الجليسيرول والفوسفوليبيد، بس بدنا نشوف الانواع المختلفه من الليبيدز. اول واحد الستورج ليبيد، هذا اللي حكينا عنه اللي هو التراي اسيل جليسيرول، ذكرناه قبل اللي هو جليسيرول باك بون مع 3 فاتي اسيدز. هلا بالنسبه للميمبرين ليبيدز، الميمبرين ليبيدز لازم يكونوا بولر. ليه؟ عشان في جهه لازم تكون فيسينج ذا انفايرمنت من عند الاكسترا سيلينر سيرفيس، تمام؟ هلا في عنا منهم نوعين، ممكن يكونوا جلايكوليبيدز، ممكن يكونوا فوسفوليبيدز. الفوسفوليبيدز نفسهم كمان بنقسمه لنوعين، يا اما جليسيرو فوسفوليبيدز يا اما سفينجوليبيدز. هلا هون ليه اسمهم جليسيرو فوسفوليبيدز؟ جليسيرو لانه في الجليسيرو الباك بون، فوسفو لانه عندي هون هيد جروب، فوسفيت جروب عليها هيد جروب، تمام؟ وتو فاتي اسيد تشينز. السفينجوليبيدز ممكن يكونوا هيهم هون، ممكن يكونوا جلايكوليبيدز وممكن يكونوا فوسفوليبيدز. متى بعتبرهم فوسفوليبيدز؟ لما يكون عندي السفينجوسن عليه على كاربون نمبر 2 فاتي اسيد، وكاربون نمبر 3 الفوسفيت جروب، عاده الهيد جروب اللي بيكون رابط فيها بيكون كولين. وقتها هذا ايش بيطلع اسمه؟ سفينجومايلين، هو الوحيد السفينجوليبيد من انواع الفوسفوليبيدز، تمام؟ اللي بيكون هون رابط كولين واسمه سفينجومايلين. بالنسبة للجلايكوليبيد هون عندي at carbon number 3 بيكون رابط شوغر، سواء كان مونوساكرايد أو أوليغوساكرايد، ورح نحكي عنهم بالتفصيل لقدام. هلا بدنا نشوف different classifications للجليسيرو فوسفوليبيد. كيف at carbon number 3 عند الفوسفيت جروب رح أربط different head groups يعطينا different جليسيرو فوسفوليبيد، أنواع مختلفة. هلا اول واحد وابسط واحد هو الفوسفاتيديك اسيد. بالفوسفاتيديك اسيد بنكون رابطين بس هيدروجين واحد. ممكن يكون عندنا فوسفاتيدل ايثانولامين، لما تكون الهيد جروب هي ايثانولامين، ونقدر نعرف شكلها من اسمها، ايثين يعني كربونتين وامين هي الامينو جروب، تمام؟ وفي عندنا كمان فوسفاتيدل كولين. بالفوسفاتيدل كولين عندنا كولين، برضه الكولين بيشبه الايثانولامين بس جايين هون عند النيتروجين عاملين ميثيليشن اديشن لثلاثه مثل جروب. ممكن يكون عندنا فوسفاتيدل سيرين. بالفوسفاتيدل سيرين انا بعمل كاربوكسيليشن ات كاربون نمبر 2، بعمل اديشن لكاربوكسيليك اسيد جروب لنفس الايثانولامين. ممكن يكون عندنا فوسفاتيدل جليسيرول، اكون انا عند كاربون نمبر 3 رابطه كمان جليسيرول، زي هنا هي عندنا هي الجليسيرول باك بون، هي ات كاربون نمبر 3 عندي الفوسفيت وراجع رابطه انا جليسيرول مره ثانيه. وممكن يكون عندنا فوسفاتيدل انيسيتول، وقتها حيكون رابطين انيسيتول 4-5 باي فوسفيت. اذا بنطلع هون ات كاربون نمبر 4 ات كاربون نمبر 5 عندي باي فوسفيت، تنتين فوسفيت جروبس. وبالنسبه للكارديولابين رح نشوف كيف رح نعمله من الفوسفاتيدل جليسيرول. هلا سينثيسز وين بصير؟ دائما بصير بالسموث اي ار، اكسبت اذا كان هم عندنا ايثر ليبيدز، وحنشوف شو هم الايثر ليبيدز شو بيفرقوا عن الليبيدز اللي احنا بنعرفهم. هلا قبل ما نعمل سينثيسس لازم نساوي اكتيفيشن. الاكتيفيشن ممكن يكون للجليسيرول باك بون، للدايسيل جليسيرول، وممكن يكون للهيد جروب، تمام؟ هلا متى بنعمل الاكتيفيشن للهيد جروب؟ لما يكون عندنا كولين او ايثانولامين بربط فيها سي دي بي، سايتوسين داي فوسفيت. هي السايتوسين رابطه في الرايبوس شوجر الخماسي، وهي داي فوسفيت. اما متى بعمل اكتيفيشن للداي اسيل جليسيرول؟ لما يكون بدي اصنع جليسيرول اللي هو فوسفاتيدل جليسيرول او فوسفاتيدل انوسيتول، وقتها بنعمل اديشن للسي دي بي اللي هي سايتوسين رابطه على الرايبوز، وتنتين فوسفيت جروب بكون رابطاهم بالداي اسيل جليسيرول وعامله له اكتيفيشن عشان بعدين اجي اربط الهيد جروب عليها، تمام؟ اذا نطلع هون عنا هاي الرايبوز شوجر الخماسي رابط فيه السيتوسين، السيتوسين وهنا عندي تنتين فوسفيت جروب اللي هم داي فوسفيت، وهذا سي دي بي ايثانولامين. كيف عرفنا؟ لانه هاي عندي هاي كربونة وهي كربونة اللي هو حكينا ايثين مع الامين جروب، تمام؟ وهون هذا سي دي بي كولين اللي هو هاي كربونة وهي كربونة وهي كربونة وهي نيتروجين ميثيليتد، عندها ثلاثة مثل جروب يعني هذا كولين. هلا قبل بدنا نشوف كيف بيجي الفوسفاتيديك اسيد اللي هو البريكيرسر تبعهم كلهم اللي احنا بنحتاجه. اول شيء حيكون عندنا الجليسيرول 3 فوسفيت. جليسيرول 3 فوسفيت هي جليسيرول باك بون ات كاربون نمبر 3 عندي فوسفيت. بدي اعمل اديشن لاول فاتي اسيد، وعشان اربط اول فاتي اسيد لازم يكون اكتيفيتد باي كو اي، بحطه ات كاربون نمبر 1
صار عندنا لايزو وفوسفاتيديك اسيد. بحط كمان فاتي اسيد اكتيفيتد باي كو اي بيعطينا صار عندنا هون فاتي اسيد وهون فاتي اسيد، كل واحد مربوط باستر لينكج، وهون عندي الفوسفيت جروب، هذا الفوسفاتيديك اسيد وهذا اللي بدنا اياه. لو ان كملنا وشلنا هاي الفوسفيت جروب حيصير عندنا داي اسيل جلايسرول، ورجعت حطيت هون فاتي اسيد اتكاربن نمبر 3 حيصير عندنا تراي اسيل جلايسرول اللي كنا نحكي عنه قبل. هلا احنا بدنا الفوسفاتيديك اسيد لانه هو البريكيرسر تبع الجلايسرول وفوسفوليبيدز اللي احنا هلا بدنا نصنعهم. هلا اول اشي لازم نكون عارفين من وين بيجي الكولين والايثانولامين، هدول الهيد جروبس اللي بدي اربطهم ات كاربن نمبر 3. لازم نكون عارفين انهم ممكن يجوا من الدايت اللي هو من الاكل، وممكن يكونوا مصنوعين في جسمنا. طب احنا اذا ليش اذا بنصنعوا بجسمنا ليش احنا لازم ناخذهم من الاكل؟ لانه احنا عندنا الديماند اعلى من السبلاي. ايش يعني؟ يعني احنا بنحتاج كميه اكبر من ما جسمنا بقدر يصنع، فاحنا لازم ناخده كمان من مصدر خارجي زي الاكل. تمام. هلا بنشوف عملية التصنيع. أول إشي الفوسفاتيد الكولين والفوسفاتيد الإيثانولامين التنين بيشبهوا بعض. ليه؟ لأنه التنين بنعمل أكتيفيشن للهيد جروب مش للداي أسيل جلايسرول. هلا عشان أعمل أكتيفيشن أول إشي بدي أخلي الكولين والإيثانولامين يربطوا بفوسفيت جروب، وهذا رح نجيبه أكيد باي أكاينيز بيعطينا فوسفوكولين هون فوسفو إيثانولامين. حطيت الفوسفيت جروب، هلا بدنا نستبدل الفوسفيت جروب باي سي دي بي عن طريق ترانسفريز سي تي بي فوسفوكولين سايتيدل ترانسفريز، لانه رح يجيب لي السي تي بي، ناخذ منها السي دي بي ويبدلها بالفوسفيت اللي عند الكولين. تمام. بصير عندنا سي دي بي كولين، او رح يصير عندنا سي دي بي ايثانولامين، نفس الميكانيزم. بعدين هون صارت عندنا الهيد جروب اكتيفيتد، بدي اربطه واحطه على الداي اسيل جلايسرول. هي سي دي بي كولين اللي احنا عندنا اياه وداي اسيل جلايسرول اللي بدي اعمل له اديشن عشان نشيل السي دي بي، هاي رح تساوي لها ريليز از سي ام بي عشان بدنا فوسفيت واحدة تضل اتكربون نمبر 3 ونربطها بالجلايسرول. تمام. الداي اسيل جلايسرول وقتها يعطينا فوسفوتيدل كولين او فوسفوتيدل ايثانولامين. هلا بالنسبه لو كان عندنا سيرين هاد جروب وبدنا نعمل فوسفاتيدل سيرين، ما حنعمل اكتيفيشن هون للهيد جروب زي الفوسفاتيدل كولين وفوسفاتيدل ايثانولامين. حنجيب الداي اسيل جلايسرول هو اللي يكون اكتيفيتد وهو اللي يكون مربوط بسي دي بي، بعدين اجيب له السيرين. لما احط له السيرين برضه رح نعمل ريليز لكمان سي ام بي لاني بدي فوسفيته وحده تضل، فبشيل بدل ما هو داي فوسفيت بشيل مونوفوسفيت وبخلي فوسفيته وحده، صار عندنا الفوسفاتيدل سيرين. هلا لو نتطلع هون الفوسفاتيدل سيرين كيف ممكن ارجعه لفوسفاتيدل ايثانولامين؟ اذا بشيل هاي الكاربوكسيليك اسيد جروب، يعني بعمل دي كاربوكسيليشن. اذا اجينا هون وعملنا دي كاربوكسيليشن وشلنا السي او 2 رح يصير الفوسفاتيدل سيرين يرجع فوسفاتيدل ايثانولامين. ولازم نتذكر انه احنا بالدي كاربوكسيليشن بنحتاج فيتامين بي 1 اللي هو الثيامين. تمام. وممكن في طريقه ثانيه برضه لنصنع الفوسفاتيدل كولين من الفوسفاتيدل ايثانولامين. لو طلعنا مره ثانيه هنا بس انا نفسها الايثانولامين بدي اجيبها واعمل هون ميثيليشن عند الامينو جروب. اذا بعمل 3 ميثيليشن 3 سيكوينشال ميثيليشن راح يتحول عندنا الفوسفاتيدل ايثانولامين لفوسفاتيدل كولين. ومين عندنا هون الميثيل جروب دونر؟ من وين رح اجيب الميثيل جروب؟ تقريبا دائما بيكون الاس ادينوسيل ميثايونين. تمام. هلا اما بالنسبه للفوسفاتيدل انوسيتول فاحنا حكينا كمان بنعمل اكتيفيشن للباك بون مش للانوسيتول نفسه زي السيرين، فمنجيب السي دي بي داي اسيل جلايسرول هي اللي بتكون اكتيفيتد وبنربطها على الانوسيتول عشان يعطينا فوسفاتيدل انوسيتول. بعد ما نربطها بنعمل ريليز للسي ام بي. إذا طلعنا هون هي عنا الجلايسرول والباك بون ات كاربون نمبر 1 عندي استر لينكج مربوط فيها أول فاتي أسيد، ات كاربون نمبر 2 عنا كمان استر لينكج رابط فيها ثاني فاتي أسيد، وات كاربون نمبر 3 الفوسفيت جروب رابطة بالإنوسيتول 4-5 باي فوسفيت. هنا عندنا بيكون الفوسفاتيدل الإنوسيتول هو ريزرفوار للأراكودونيت أو للأراكودونيك أسيد. ليه هو ليه بيكون مخزن أراكودونيك أسيد؟ لأنه إذا طلعنا هون بالفاتي أسيد الأول بيكون رابط عنا ستيريك أسيد، أما الفاتي أسيد الثاني بيكون أراكودونيك أسيد. ومش إحنا عنا الإيكوسينويدز أر ديرايفد فروم أراكودونيك أسيد وهم مهمين كإنفلاماتوري موليكيولز، فإحنا بنقدر نلاقيهم وين؟ بالفوسفاتيدل الإنوسيتول، وبنقدر نعملهم ريليزنج منه أز
انفلاماتوري موليكيولز. تمام، هلا في عندنا بدنا نشوف كيف الفوسفولايبيز سي رح يجي يعمل كليفج هون جنب الفوسفيت جروب للبي اي بي 2 اللي هو فوسفاتيدل انوسيتول 4-5 باي فوسفيت عشان يعطينا اي بي 3 وداج اللي هم السكند مسنجر اي بي 3 ودائس الجلسرول. نشوف هذا الاشي كيف بصير. بيجي عندنا اول اشي او الهرمون، ممكن يكون مثلا جلوكاجون ابينفرين، اجا ربط بالجي بروتين تبعه. الجي بروتين بتكون من 7 ترانز ممبرين الفا هيليكال دومين، بيكون هون عندنا الالفا سبيونت بتصير اكتيفيتد، بتصير رابطه بجي تي بي بدل جي دي بي. بيجي الالفا سبيونت بتروح عند الفوسفولايبيز سي اللي حكينا عنه اللي رح تعمل كليفج بهذا المكان، كليفج للبي اي بي 2 اللي هو الفوسفاتيدل انوسيتول 4-5 باي فوسفيت. رح يعطينا أول إشي دايأسل جلسرول وبعدين يعطينا IP3. شو شغله؟ هو اللي بيروح على السموث ER عشان يعمل ريليزنج للكالسيوم أيونز. صار عندنا كالسيوم ودايأسل جلسرول، التنين بيعملوا اكتيفيشن لهذا الكاينيز بروتين كاينيز C، ومن اسمه كاينيز رح يبلش يعمل فوسفوريليشن لديفرنت بروتينز عشان يعطينا ديفرنت انتراسيلولار افكتس، ممكن يكون انزيمز او اي different function او regulatory proteins، ممكن يكونوا myosin وهكذا. هلا بدنا نحكي عن الجلايكوسيل فوسفاتيدل انوسيتول. من اسمه جلايكوسيل بيكون عندنا جنب الفوسفاتيدل انوسيتول رابط الشجر او اوليغوساكرايد. هون هذا بيساعد الانكر بروتين او الكور بروتين، زي هون عندنا كور بيبتايد كور بروتين رابط بالجلايكوسيل فوسفاتيدل انوسيتول. ليه؟ عشان يساعده باللاترال موباليتي وذن ذا سيل ميمبرين، يعني هي نوع من انواع الريجوليشن بيساعد باللاترال موباليتي. مثال عليه اللايبوبروتين لايبيز اللي هم مثال على الليبيد رافتس. تمام، تعتبر سيجنالينج موليكيولز. هلا بدنا نشوف كيف رح يتم تصنيع الكارديولبين من الفوسفاتيدل جلايسرول. تمام، هلا اول اشي احنا بنحتاج الفوسفاتيديك اسيد. هذا الفوسفاتيديك اسيد لازم يكون اكتيفيتد باي سي تي بي، بصير بربط فيه اس سي دي بي، بصير عندنا سي دي بي داي اسيد جلايسرول. بعدين بنجيب الجلايسرول 3 فوسفيت، بصير عندنا فوسفاتيديل جلايسرول 3 فوسفيت، بس انا ما بدي هاي كامله، انا بس بدي الفوسفاتيديل جلايسرول لحال، فبنعمل ريليز للفوسفيت جروب، بصير عندنا الفوسفاتيديل جلايسرول اللي هي هاي. تمام، اللي هي بتتكون من الجلايسرول باك بون مع تنين فاتي اسيدز وكاربون نمبر 3. عندي الفوسفيت جروب رابطه الهيد جروب تبعها هو جلايسرول. بعدين بدي اربط بهذا الفوسفاتيديل جلايسرول، بدي اربط فيه سي دي بي داج اللي هو سي دي بي داي اسيل جلايسرول. اذا بنطلع هون عندي هي الرايبوز شوجر رابط بسيتوسين وداي فوسفيت تنتين فوسفيت، وهي هون الجلايسرول باك بون مع تنتين فاتي اسيد اللي هي سي دي بي داي اسيل جلايسرول. باجي بربطه مع الفوسفاتيدل جلايسرول، نعمل ريليزنج لسي ام بي مونوفوسفيت، يعني بشيل هذا الجزء اللي هون وبربط هاي بالفوسفاتيدل جلايسرول. اذا جينا نطلع هون، هي عندي الجلايسرول باك بون رابط بتو فاتي اسيد، هي كاربون نمبر 3 عندها الفوسفيت جروب رابطه بجلايسرول اللي هي الهيد جروب، وهي الجزء اللي ربطناه من السي دي بي داي اسيل جلايسرول اللي هي هي الجلايسرول مع تنتين فاتي اسيد وفوسفيت جروب واحد اخذنا. تمام، هلا بدنا نشوف ايش هم الايثر جلايسرول فوسفوليبيد، ايش بيفرقوا انه احنا عندنا هون ايثر، عندنا ايثر لينكج بدل الاستر لينكج. عندنا نوعين، في عندنا البلازما لوجن وفي عندنا البليتلت اكتيفيتنج فاكتورز. هلا بالنسبه للبلازما لوجن نطلع هون ايش التركيب تبعهم، لو كان عندنا فوسفوتاي دل ايثانولامين بدل فوسفوتيدل عشان نميز ان هون عندنا ايثر لينكج. نيجي ات كاربون نمبر 1 بلاقي هون عندنا ايثر لينكج جنبها كربونتين بينهم انساتوريتد بوند اللي هي دبل بوند. تمام، اما بالنسبه لكاربون نمبر 2 بيكون عندنا اسيد جروب، يعني اني نمبر اوف كاربون هون ما بفرق معنا شو مكان الفاتي اسيد. وبالنسبه لهون بما انه فوسفوتايد الايثانولامين، يعني هون عندنا عند الهاد جروب هو ايثانولامين، ممكن يكون فوسفوتايد الكولين. هلا الفوسفوتايد الايثانولامين بنلاقيه بالنيرف تيشو، اما الفوسفوتايد الكولين بلاقيه بالهارت موسلز. تمام، اما بالنسبه للبليتلت اكتيفيتنج فاكتور فبيفرقوا شوي عن البلازما لوجن. كيف نيجي ات كاربون نمبر 1 هون عندي نفسها ايثر لينكج، بس هون عندي الرابطه ساتوريتد. تمام، مش زي هون كانت انساتوريتد. اما ات كاربون نمبر 2 احنا هون عندنا اسيتيل جروب، يعني بس كربونتين، مش زي هون اني نمبر اوف كاربون كان عندنا بالبلازما لوجن. تمام،
أما أتكاربن نمبر 3 فعنا الفوسفيت جروب هيها رابطة بليثانولامين نفس الإشي ما بتفرق. هلأ هذا البريتلت أكتيفيتينج فاكتور ممكن يكون بروثرومبتك أو إنفلاماتري فاكتور، يعني بزبط بحالات الإنفلاميشن بيجي، أو بروثرومبتك اللي هو بعمل ثرومبوسس. هلأ بالنسبة للسيرفاكتنس هدول كتير مهمين والدكتور جاب عليهم سؤال بالفاينل. السيرفاكتنس بتكونوا من 90% ليبيدز و 10% بروتينز. وين بيكونوا موجودين؟ بيكونوا موجودين هون عند الإكسترا سيليلر سيرفيس تاع الألفيلاي أو الإكسترا سيليلر فلويد لاير من برا هون، تمام؟ مين بفرزهم؟ التايب 2 نوموسايتس اللي بالموجودين باللنجز. ايش الميجر ليبيد، اكتر ليبيد موجود فيهم بهدول السيرفكتنتس؟ هو داي بالمتويل فوسفاتيدلكولين، هو الميجر ليبيد. طيب شو اهميتهم؟ هدول رح يمنعوا السيرفس تنشن او يعملوا ديكريزنج للسيرفس تنشن، اللي هو زي لما نعبي كاسة مي للاخر كيف بصير في عندها الادجز هدول لو حركناها ما بتنكب المي لانه هيك مترابطين في بينهم هيدروجين بوندينج الووتر موليكيولز. فهون نفس الاشي بدنا نمنع بس هذا السيرفس تنشن يصير. ليه؟ لانه لو صار رح يصير في عنا شرينكج او كولابسينج للالفيولاي، تمام؟ بصير في اتاليك تاسس، سوري. تمام، فاحنا بدنا نمنع هذا الاشي ونخليهم هيك عاملين رينفليشن، تمام؟ عاملين رينفليشن للالفيولاي انه هيك يتضخم ويكبر ويضلوا متوسعين ويفوت فيهم الاير بدون ما يصيروا يعملوا كولابسينج. هلا في اطفال بنولدوا بيكون عندهم insufficient surfactants surfactants production او secretion تبعهم بيكون كتير قليل، بصير عندهم respiratory distress syndrome. هدول الاطفال بيكونوا مولودين قبل وقتهم، والحل انه احنا نعطيهم glucocorticoids قبل الدليفري بشوي. ليه؟ لما نكون عارفه انه مثلا هاي المره رح تخلف كتير بكير، فانا بصير اعطيها glucocorticoids اللي بتزيد الإكسبريشن تبع الجين المسؤول عن السيرفكتنس اللي هو اللي بيزيد السيرفكتنس، عشان أنا أضمن إنه البيبي ينولد خلاص هاد صاير له الجين إكسبريشن وعنده السيرفكتنس، عشان أمنع يصير عنده الريسبيراتوري ديستريس سيندروم، تمام؟ هلا آخر إشي بدنا نحكي عن الديجريديشن تاع الفوسفوليبيدز. عندنا different types of phospholipases. بقسم الفوسفوليبيد، أول واحد فوسفوليبيز A1 بيكون بالماميليان تيشيو بيجي بيعمل ريليز لأول فاتي أسيد. Phospholipase A2 مين بفرزه؟ البنكرياس، بيكون من pancreatic juice، بس لما يعمل له releasing بيكون as proenzyme. Proenzyme يعني هو لازم يكون نعمل له activation by trypsin. Trypsin أصلا بعمل activation لأغلب pancreatic enzymes، بس يصير activated بيجي هون بعمل release لتاني fatty acid. هذا وين بنستفيد منه؟ بالphosphatidyl inositol. ليه؟ لأنه بعملنا releasing للأراكودونيك acid. الراكودونيك أسد اللي هو البريكيرسر تاع الإيكوسينويد زي ما حكينا، وهو نوع من أنواع الإنفلاماتري موليكيولز. وإذا أنا بدي أعمل إنهبيشن لهذا الإنفلاميشن أو إنهبيشن لفوسفوليبيز A2 ممكن نستخدم جلوكوكورتيكويدز أو كورتيزول اللي هي نوع من أنواع الستيرويدز، تمام؟ هلا في عن الفوسفوليبيز سي حكينا عنه بالفوسفاتيدل إينوسيتول، كان يقسم البي اي بي 2 اللي هي الفوسفاتيدل إينوسيتول 4-5 باي فوسفيت اللي يقسمهم لاثنين سكند مسنجرز اللي هم الاي بي 3 والداغ، تمام؟ اللي كانوا الاي بي 3 يروح على الاندوبلازميك ريتيكولم لما يعمل ريليزنج للكالسيوم، عشان الكالسيوم والداغ يعمل اكتيفيشن لبروتين كاينيز اللي هو بروتين كاينيز سي، يعمل فوسفوريليشن لديفرنت بروتينز ويصير عندنا different intracellular effects، تمام؟ هلا phospholipase D بعمل releasing. ايش فرق عن phospholipase C؟ phospholipase C بيشيل الphosphate group مع الhead group كاملة، تمام؟ بعملها releasing هاي كاملة وبيخلي لنا هون diacylic glycerol. اما phospholipase D بس بيشيل هون الhead group وبيخلي الphosphate group رابطه بالglycerol backbone، تمام؟ وهيك بتكون خلصت محاضرة اليوم، ويعطيكم العافية جميعا. اي سؤال بدكم اياه بتقدروا تبعتولي.